مرض عاش يفتك بالبشر بشكل عام، يعني يسمونه القاتل الصامت، اسمه السكر او السكري، البول السكري سموه كده. يعني ده مرض فعلا قاتل صامت، بيهدم الجسم، اعضائه الداخليه، بيدمر البني ادم، بيضعفه، بيتسبب في مشاكل في المفاصل والعظام، كل حاجه ممكن تتخيلها، فانه هذا الداء للاسف الشديد كان بيعملها. ويمكن ابحاث كتير جدا في الدنيا اشتغلت على ده، بدءا من انه يتعمل تخليق للانسولين علشان الناس تاخد الحقنه، وبعد شويه مش عارف الم الانسولين، لا ده فيه مش عارف الفئه ولا تايب او النوع الف والنوع ب او النوع واحد والنوع اتنين، طيب ده لا يعالج بالانسولين فده بيبقى مرحله اخف شويه فهنديله الدواء الفلاني وما الى ذلك. والعالم بذل مجهود كبير جدا عشان يوصل لادويه ناجعه في علاج هذا المرض، أو أدوية ناجعة في إنها تقضي على عواقب هذا المرض وأعراضه المتلازمة لي أو الملازمة لي. النهاردة خد بالك بقى عشان دي حاجة مهمة على صعيدين، أول صعيد فيهم إنه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على أول دواء عنده قدرة على تأخير تطور مرض السكر من النوع الأول. طيب الدواء ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على منع مشاكل المناعة الذاتية اللي بتسبب مرض السكر من النوع الأول بالتحديد بدلا من الأعراض. السؤال هو بقى، هل اقتربنا من التوصل لعلاج نهائي لمرض السكر؟ سؤال مهم جدا. ده شكل الفايل أو العبوة اللي فيها الدواء. مين بقى اللي عمل الدواء ده سؤال مهم جدا. خلونا نرحب بشده وبمنتهى الفخر الحقيقه، والواحد يتشرف بانه معاه على التليفون دكتور اسامه حمدي، استاذ الباطنه بجامعه هارفارد. هارفارد كانت بتكرم دكتور اسامه حمدي على هذا الانجاز. اهلا 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 بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ يوسف، سعيد بيك جدا وكل اخواننا في مصر اللي بيسمعوك. ربنا يخليك يا دكتور، ده احنا اللي سعدة جدا بان احنا نسمع صوت حضرتك، هذه القيمة العظيمة واللي بتفخر بيها مصر بالكامل، مش بس المجتمع العلمي والمجتمع الطبي وليست فقط هارفارد. دكتور أسامة فخر للكل الحقيقة. دكتور أسامة، شكرا جزيلا. انا يمكن هسأل سؤال، هل اقترب العالم من ايجاد دواء فعال يقضي على هذا المرض؟ والله شوف، احنا سنين دلوقتي 100 سنة من اكتشاف الانسولين، ولغاية النهاردة احنا بنعالج عرض المرض وليس اصل المرض. النهاردة زي ما ساعتك تفضلت في النوع الاول للسكر وفي النوع الثاني للسكر. النوع الاول ده مرض صعب جدا، لان هنا الاجسام المناعية اللي جوه الجسم بتدمر خلايا البنكرياس تدمير تام، فالبنكرياس ما بيفرز اي كميه انسولين، ويعيش المريض سواء كان طفل او كبير في السن معتمد على الانسولين طوال عمره، واذا في يوم واحد توقف فيه عن الانسولين ممكن يخش في مشاكل كبيره جدا. في الفتره الاخيره او في خلال العشر سنين الاخاره كان في سباق كبير جدا ما بين التقدم التكنولوجي والتقدم البيولوجي لعلاج هذا المرض اللي هو النوع الاول من السكر. الحقيقه في التقدم التكنولوجي اذا توصل العلم، واحنا النهارده بنطبق بقالنا عده سنوات البنكرياس الصناعي لمرضى السكر من النوع الاول وناجح جدا. انما كان الهدف كله التطور البيولوجي. التطور البيولوجي اللي هو ازاي انا أعالج المرض علاج نهائي. في خطوات اتخذت جيدة جدا جدا ومبشرة جدا جدا، لكن برضو من الخطوات الجيدة الأول مرة بنشوفها ما أعلنت عنه سعادتك عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، إن في علاج النهارده يقدر يأجل مرض السكر من النوع الأول لمدة 25 شهر. طبعا يعني ممكن الناس تقول يعني ايه 25 شهر ده يفرقوا ايه؟ لا، يفرقوا لمريض سكر من النوع الاول
تقريبا 1500 شكه في ايده و1100 حقنه انسولين. يعني هيبقى يعني جسمه على الاقل ارتاح لمده سنتين، وممكن في المستقبل ان شاء الله يكون في علاج اخر يمد الفتره دي من 25 شهر يمكن لسنوات، ويمكن نصل الى حل نهائي لهذا المرض، يا اما عن طريق تطعيم معين يتعاطى او عن طريق علاج نهائي بالخلايا المخلقه من الخلايا الجذعيه. طيب دكتور اسامه، يعني اللي انا فهمه شويه على قدي انه مرض السكر بيؤدي الى اكثر من تبعه، يعني مريض السكر بيعاني بسبب المرض الاصلي اللي هو السكر ده، بيتسبب له في مشاكل كتير جدا في اعضائه الداخليه، المفاصل، العظام، الاوعيه الدمويه الى اخره. هل هذا الدواء باعتباره بيأخر المرض 25 شهر وبالتالي ايضا يؤخر تبعات هذا المرض؟ دي حقيقه طبعا. يعني تبعات مرض السكر خاصه لمرضى السكر من النوع الاول مرتبط ارتباط كبير بطول فتره المرض. فالمريض اللي هو بقاله 10 سنوات او 15 سنه او 20 سنه طبعا اكثر عرضه للمضاعفات، وزي ما سعادتك اتكلمت في البدايه قلت ان هذه المضاعفات يعني بتنخر في الجسم، يعني احنا بنعتبرها زي السوس زي الترمايت. يمكن الشخص مش شايف قدامه في البدايه هذه المشاكل، ويمكن مستهين شويه بان السكر عالي، لكن للاسف السكر زي السوس اللي بينخر في الجسم، يعني قد يؤدي في النهايه الى مشاكل في العين، مشاكل في الكلى، مشاكل في الاطراف، مشاكل ليس لها حصر. يعني مرض يعني للاسف مضاعفاته كثيره جدا ومكلفه جدا. دكتور اسامه، هذا الدواء الجديد تطلب قد ايه من الابحاث؟ ده سؤال جيد جدا. يعني هو كان في ابحاث لفتره طويله على محاوله منع السكر من النوع الاول، بقى لها يمكن فوق ال 30 سنه وكلها فشلت للاسف، لدرجه ان الشركات اللي هي حطت استثمارات ضخمه في هذا المجال سحبت الاستثمارات، لان وجدت ان من المستحيل وقف هذا المرض او منعه. لغايه لما جت الشركه اللي هي تحمست لهذا الامر وبذلت مجهود كبير، على مدار اعتقد حوالي 4 أو 5 سنوات دلوقتي، لغايه لما وصلوا الى هذه المرحله. طبعا انجاز علمي رائع، يعني طبعا هيبقى مكلف جدا، لكن انجاز علمي انا في تصوري بريك ثرو، يعني حاجه نقدر نقول ان هي زي اكتشاف الانسولين في الوقت القديم. يعني مرضى السكر الان قد يضعوا امامنا جميعا سؤال، بعد اعتماد هذا الدواء، هل الدواء كده يصبح موجود في الاسواق العالميه ولا سوف يصبح حكرا على سوق معين؟ لا، هو اي شركه طبعا يهمها انها تبيع في جميع اسواق العالم، يعني لكن هو في البداية هيكون في السوق الأمريكي ومكلف جدا، ومش عاوز الناس تتخض من الرقم اللي هو هيتباع بيه، رقم مذهل، يعني حوالي 193,000 دولار لمدة اللي هي مدة ال 14 يوم العلاج، وهي مرة واحدة. لكن لازم الناس تفهم إن الأدوية مسعرة في الولايات المتحدة بشكل مختلف، لأن التأمين الصحي بيغطيها، لكن لما بتباع خارج الولايات المتحدة بتباع بسعر رخيص جدا. يعني كمثال الأمبولة بتاعت الإنسولين هنا بتتباع ما بين 400 دولار ل 1200 دولار. طبعا لما نشوفها في مصر يمكن مبلغ طفيف جدا يعني. فأكيد الأدوية دي إن شاء الله في المستقبل لما توصل خارج الولايات المتحدة هيكون سعرها في متناول الكثيرين، وإن شاء الله يكون في متناول السوق المصري. السؤال المهم اللي يمكن كنت اتمنى بقى ان احنا نعرفه هو مين اللي احنا نفحصه، يعني مين اللي نفحصه ونعرف اذا كان هيجي له النوع الاول من السكر ولا لا، ونفحصه ازاي، لان هو ده مهم جدا. يعني احنا نعرف ان السكر من النوع الاول
بيبقى اكثر عرضه عند الاشخاص اللي هم لهم اخ او اخت مصاب بالسكر من النوع الاول، او اطفال المصابين بالسكر من النوع الاول. يعني تقريبا اقول نسبه من 4-9 اضعاف الخطوره عند هؤلاء الاشخاص يعني. وان كان 90% من مرض السكر من النوع الاول ما بيحصلش عند الاشخاص اللي لهم اقارب، يعني ممكن شخص من بدون اي اقارب بمرض السكر من النوع الاول ويجيله. النوع الثاني يمكن في عمل وراثي اكثر بكثير من النوع الاول. فاي طفل عنده سكر من النوع الاول انصح الام والاب ان هم يحللوا لاخواته البنات او الاولاد، وفي نفس الوقت برضو اي مريض بالسكر من النوع الاول يحلل لاولاده. النهارده لو قدرنا نعرف ان هيجي لهم مرض السكر من النوع الاول يبقى في امل ان هو ناجل المرض شويه، يمكن في خلال السنتين كمان يطلع علاج جديد ياجل المرض اكتر لغايه لما يكون ان شاء الله في علاج نهائي لهذا المرض. طيب ده برضو هيتطلب ان احنا نتقل على حضرتك شويه بانه ايه الفروق ما بين الانواع يا دكتور اسامه؟ لا هو يعني النوع الاول للسكر ده مرض مناعي زيه زي امراض الغده الدرقيه وامراض البهاق في الجلد وامراض الروماتيزم، يعني مرض مناعي. الجهاز المناعي نفسه بيهاجم خلايا البنكرياس بتريجر جيل الجسم ما حدش يبقى عارفه هو ايه، ممكن يكون فيروس، ولقينا عديد من الفيروسات المعروفه ممكن تكون تريجر لهذا الامر عند الاشخاص اللي هم من الناحيه الجينيه معرضين لهذا المرض. اما السكر من النوع الثاني ده مرتبط ارتباط كبير بالسمنه، ومعظم الحالات بتيجي في السن المتقدم يعني فوق سن ال 30 وبالذات يعني نقول عند الخمسينات او بعد الخمسينات، ومعظمها مرتبط بزياده الوزن او بتقدم العمر. فده وضع ثاني مختلف. السكر من النوع الثاني وان كان يشترك مع النوع الاول في ارتفاع نسبه السكر في الدم ونسبه السكر التراكمي في الدم، الا ان مضاعفاته مختلفه وشكله مختلف وعلاجه مختلف تماما، وما هوش بالصوره اللي هي مكثفه زي علاج النوع الاول من السكر. النوع الاول من السكر بيظهر في الاطفال بشكل اكبر وفي السن الصغير عموما. طيب هل وارد انه مصاب السكر بالنوع الثاني يتطلب في جزء من علاجه حتى لا يتطور معاه السكر فيذهب الى نوع اول، ولا مفيش حاجه اسمها كده؟ هو يشابه في مرحله ما النوع الاول، لان هو خلايا البنكرياس الوظيفه بتاعتها بتضعف مع الوقت، يعني نتيجه لان زياده الوزن بتعمل لود عالي جدا على البنكرياس، بتخلي مناعه الجسم للانسولين عاليه، بيحتاج لكميه انسولين اكبر. مع تقدم الوقت الخلايا البنكرياس بتفقد جزء كبير من وظيفتها، اذا وصلت الى حوالي 25% من الوظيفه بتاعتها بيحتاج هذا الشخص الى انسولين، وبيبقى مشابه الى حد كبير في احتياجه للانسولين للنوع الاول، ولكن ما زالت المضاعفات بتاعته اقل بكثير جدا من المضاعفات لمرضى النوع الاول من السكر. هل الحاله دي هتحتاج الدواء الجديد يا دكتور اسامه؟ لا، بالنسبه للنوع الثاني على الاطلاق ده ليس له علاقه على الاطلاق. النوع الثاني في ادويه حديثه كلها بتساعد في نزول الوزن بشكل كبير، يعني في دواء جديد يمكن قصاد هيئه الغذاء والدواء الامريكيه هتوافق عليه ممكن يخفض الوزن متوسط حوالي 22.5%، فيعني اعتقد ان هو هيحل مشكله كبيره اللي هي مشكله السمنه اللي موجوده في النوع الثاني السكر. وعلى مثاله بعض الادويه الكثيره، وبعض هذه الادويه موجوده في مصر في الوقت الحالي بتساعد في نزول الوزن بشكل جيد. دكتور اسامه انا عايز اشكر حضرتك جدا وابدي ان انا متشرف حقيقي بهذه المكالمه، الف 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 شكر ليك يا دكتور، ونتمنى ان نراك قريبا. دكتور اسامه حمدي استاذ الباطنه بجامعه هارفارد والذي تم تكريمه بالفعل من الجامعه نظرا لجهوده البحثيه في ايجاد دواء متطور جدا قد يكون هو الاكثر تطورا في علاج السكر من النوع الاول.